طب طريق السويس؟ طريق السويس يا فندم احنا ان شاء الله على نهايه الاسبوع اتجاه السويس القاهره، ده سيادتك 6 حارات مروريه بالاضافه لثلاث حرارات ثلاث حرارات ثلاث حاره خدمه، باجمالي 9 حاره هيبقوا منتهين ان شاء الله الاسبوع ده. احنا كنا مخطط لهم وكنا ضاغطين على الناس ان احنا ننتهي في شهر 12، فضل من عند ربنا قدرنا ننتهي ان شاء الله على يوم 5/12، وبدانا فعلا بالفعل يا فندم نقلنا الحركه المروريه بالتنسيق مع وزاره النقل وهيئه الطرق على الطرق الخدمه، وتقريبا يا فندم احنا تقريبا اشتغلنا في كل الطريق عدا في اجزاء اللي هي من الطريق الدائري الاوسطي لغايه بعد مدينتي، ده احنا يعني شغالين في نص الطريق بس، وربنا يسهل ان شاء الله هنخش نشتغل فيه. احنا كنا عارضين على سيادتك ان الاتجاه الاولاني ده هنخلص في شهر هينتهي في شهر 12، والاتجاه الثاني ده هينتهي في شهر 2، بفضل من عند ربنا ان شاء الله يعني هندي لسيادتك تمام في اخر في شهر 4، ان شاء الله هندي تمام في شهر 2 ان احنا خلصنا الطريق ده بالكامل. 9 حاره مروريه، 6 رئيسي و3 خدمه في اتجاه، و6 رئيسي و3 خدمه في الاتجاه. يبقى سيادتك الطريق ده كله بقى حر، وسيادتك صدقت على انشاء كوبري جديد على الطريق عشان ما يبقاش فيه يوترنات خالص في الطريق. احنا بدانا في الكوبري فعلا على التوازي يا فندم، خلصنا الاساسات بتاعته بالكامل، خلصنا القواعد وابتدينا نصب في العمدان، وان شاء الله يعني نتعشم في الله خير ان احنا في نهايه شهر 1 هنكون انتهينا من الكوبري ده. جميع التعديلات المروريه اللي تمت في ال10 كيلو المرحله الاولى اللي احنا نفذناها، يمكن في بعض اخواتنا اللي ساكنين في الشروق وفي مدينتي حاسين ان في مشكله في دخولهم التجمع، لا احنا عاملين كوبريين يا فندم، بس احنا مش عايزينهم اللي يخشوا في المسارات المظبوطه للدخول على الطريق عشان ما فيش حوادث. ان شاء الله في خلال الاسبوع ده هنفتح الكوبريين، الكوبري الاول هيدخل على الرحاب 2 والكوبري الثاني هيدخل على الرحاب 1، يبقى كده سيادتك مفيش اي مشكله عندنا في الطريق، وهنستكمل باقي اجراءات فرش الاسفلت وتركيب الاشارات المروريه والتحذيريه على الطريق. فان شاء الله الاجراءات ماشيه، ده بالاضافه ان سيادتك احنا غيرنا نظام الاضاءه على الطريق طبقا لتصديق سيادتك. احنا دايما بنعمل العمدان الاناره العاديه، احنا غيرنا التصميم واحنا جايبين الكلام ده مستقين ومن دول عالميه. هنعمل سيادتك على الطريق هاي ماست ارتفاعه 30 متر بكشافات ليد بحيث ان يبقى صف عمدان واحد اللي هو الهاي ماست اللي بينور الطريق سواء السته او الثلاثه او الثلاثه اليمين او السته او الثلاثه اللي في الشمال. بدانا ركبنا فعلا عمود تجريبي من حوالي 3 ايام، منزلين سيادتك عشان ننفذ الهاي ماست دي وبسرعه في الارض اللي احنا شغالين فيها دي. احنا جبنا 7 مكنات خوازيق وشغالين تقريبا، احنا عندنا 1200 خازوق هيندقوا في المسار ده، احنا تقريبا لغايه امبارح وصلنا ل 250 خازوق، بحيث ان احنا ان شاء الله في خلال شهر هنكون منتهين ومركبين الاضاءه ومنورين الطريق. يعني الطريق ده ان شاء الله يا فندم هيبقى طريق جديد لدخول العاصمه الاداريه وبشكل جديد، وان شاء الله بس يا فندم اللي احنا طالبينه ان الرواد اللي هيبقوا على الطريق ده يلتزموا بتعليمات المرور، لان الطريق هيبقى خطير جدا جدا، مفتوح سريع، لو ما فيش سيطره فندم على الطريق وعلى الناس اللي هتبقى بترتاد الطريق ده لا قدر الله ممكن يحصل حوادث ومشاكل كتير، واحنا يعني ما نتمناش ان حد يحصل له اي حادثه على الطريق.